انا اتعرض عليا $1,000,000 في العرض الواحد، يعني 16 مليون مصري. قلت لن اذهب الى السعوديه تحت عنوان الترفيه. ان انا مش مصدقه طبعا الكلام اللي هو بيقوله ده، وانه كاذب وانه كاذب، وان محمد صبحي مع الايام ثبت انه يعني الحقيقه مش الشخص اللي الواحد كان بيقدره وبيحترمه وحطه في مكانه كده مختلفه، يعني طلع عادي ممثل. احنا علاقتنا بالمملكه العربيه السعوديه كمصريين وكفنانين مصريين علاقه كبيره ومتجذره، ولن يستطيع احد ان يفسدها. ما دام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي إنه يرتفع عنده حد الطموح ويحقق الأحلام.